في معتمدية بن قردان عودا على بدأ لاستمرار الإشكالات القطاع الصحي التي يعاني منها الجهة منذ سنوات، ولا سيما المستشفى الجهوي ببن قردان الذي يفتقر بحسب المواطنين وممثلي المنظمات الوطنية للحد الأدى من عدد الأطباء المفترض تواجدهم بالمؤسسة من الأطباء المختصين والأطباء العامين، ما أثر سلبا على هؤلاء المواطنين ولا سيما ضعاف الحال منهم. بالنسبة للصحة في حد ذاتها تعبة، فما بالك طب الاختصاص مفقود جملة. السبيطار بن قردان يعيش كارثة من وخاصة على مستوى الإطار الطبي والشبه الطبي وفي علاقة بأطباء الاختصاص، راهو نقص كبير ياسر، أغلب الأطباء نقص. عندنا طب كانوا موجودين في المستشفى ومن بعد خرجوا لأسباب بطبيعة تخصهم هما، فما شكون مشى يخدم على الحساب الخاص، فما شكون مشى للمصحة. اليوم نعانوا نقص كبير ياسر وخاصة في الأطباء الاختصاص. أكسيدون يجيك أكسيدون، يعني نقول لك 50% جماعة أكسيدون، معناها أكسيدون كارثة يعني يموت، معناها على النزيف ولا على العملية بسيطة ولا كذا، مالناش دقة، مالناش جراح صعب، مالناش جراح، مالناش اختصاص معدة، اختصاص الكل. هذه الوضعية التي يعيشها القطاع الصحي بمعتمدية بن قردان ولا سيما بالمستشفى الجهوي بالمدينة تؤكدها أيضا الجهات المشرفة على هذه المؤسسة التي بدورها تعاني من صعوبات عديدة في مستوى تقديم الخدمات الدنيا للمواطنين. هو النقص هذا فهمت له من قبل، ولكن زاد تراكم خلال سنة 2020 اللي هو معناه فهمت له خاصة غياب طبيب الأنعاش والتبنيج، غياب طبيب القلب، الاختصاصات معناها ناقصة برشا. الحق احنا تو فهمت له برسك عندنا طبيب في كل اختصاص، حتى اختصاص الحياتي اللي هو النساء والتوليد والطب الجراح العام وطب العظام، ناقصين طب الأطفال، طبيب على كل معناه فهمت له قسم شوي، إضافة إلى غياب طبيب الأنعاش والتبنيج وطبيب الأشعة أو طبيب القلب. في معتمدية بن قردان وغيرها من المناطق الحدودية والداخلية بالجنوب التونسي الإشكال ذاته مستمر منذ سنوات، ما يتطلب تدخلات نوعية بحسب المختصين لإيجاد حلول دائمة لهذه الإشكالات في مستوى هذه المناطق.